في اجتماع ترأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمجلس او ما يسمى بالمجلس الاعلى للطاقة. من المقرر انه تتم مناقشة خطة بتهدف لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء، والمقرر الاعلان عنها خلال ايام بعد مراجعتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستعرض ايضا المجلس تقرير وزير الكهرباء حول عمليات خطة الوزارة لمواجهة الأحمال خلال فصل الصيف. طبعا احنا مؤخرا عارفين من 2014 انه في خطوة لرفع الدعم تدريجيا. هذه الخطوة قدمتها وزارة الكهرباء، تقدمت بها لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود وفقا لوزارة الكهرباء. من المنتظر أنه يتم تغيير بعض الشرائح، ولكن التأكيد من قبل الوزارة هو عدم المساس بمحدود الدخل أو الشرائح الأقل في أو يعني لا يزيد استهلاكها عن 300 كيلووات.